بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال الكلام في قاعدة يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. إذا تحقق الرضاع بشرائطه صارت علقه معينه تستدعي المحرميه فما هي شرائط الرضاع؟ القرآن الكريم ما ذكر الايه الكريمه وامهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعه لو كنا نحن والآية الكريمة كان المفروض أن نقول لا بد أن يحصل رضاع لمدة طويلة حتى يصدق أن هذه أم لهذا الطفل هناك تصور للبعض أن الآية مطلقة فإذا حصل رضاع مرة واحدة أو مرتين أو ثلاثا كافي الجواب الآية الكريمة ما قالت والنسوة اللاتي أرضعنكم لو قيل النسوة نقول خو هذه مرة أرضعت الآية قايلة: "وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم" يعني سمتها أمة يكون هذا العنوان يصدق عنوان الأمومة الآن لو مرة رضعت لها طفل مرة مرتين خمس مرات هذه تتسمى أم عرفا ما تتسمى يريد لها مدة زين نجي للروايات الروايات حلت المشكله اهم علامه جعلتها الروايات للتحريم ما انبت اللحم وشد العظم فعلا هذا ينتج امومه اذا المراه ارضعت الطفل مقدارا كثيرا بحيث نبت لحمه واشتد عظمه إيه؟ عرفان صدق عليه أنه ولدها وهي أمه من الرضاعة زين هذا شكثر ما تحديد ما أنبت اللحم وشد العظم لو فرض هذه المرأة تروح البيت جارتها ذيك عندها طفل كل يوم تروح أربع خمس مرات ترضعة ما توصل إلى عشرة وخمسة عشر دفعة واحدة ولا يوم وليلة كل يوم أربع خمس أربع خمس رضعات وعلى مدى ستة أشهر سبعة أشهر بحيث لو جمعت هذه الرضعات تصير مئتين رضعة ثلاثمائة رضعة هذه كمية كبيرة لحم الطفل نبت عليها عظم الطفل اشتد بها فالروايات الرواية تنص على هالمعنى ربما اكثر من رواية تقول ما انبت اللحم مضمون الرواية وشد العظم هذه العلامة الرئيسية زين هناك غيرها إيه هناك شيئان آخران واحد رضاع يوم وليلة مستمرة يعني تأخذ الطفل أول النهار تقوم ترضعه بعد أمه ما تعطي بالأثناء حليب ولا يأكل شيئا طول النهار ويصير الليل وطول الليل إلى الفجر سحبة وحدة يوم وليلة هنا أيضا في نص أنها تصير أما له قضية ثالثة خمس عشرة رضعة هناك روايات تقول عشرة وبعضها تقول خمس عشرة رضعة متوالية يعني ما يفصل بينها رضاع من الأم هذه الخمسه عشر او العشره ويوم وليله احنا ما نقدر نستكشفها يعني العرف ما يلتفت لها بس الامام عليه السلام اذا قال نفهم منها ان هذه الخمسه عشر المستمره راح تاثر بالطفل مستمره ليصير فاصل يعني لو فرضنا هذه المرة أرضعته تسع رضعات مو عشرة بعدين أمة أخذته أرضعته أو مرة أخرى يومين ثلاثة مرت أخذته هذه الأولى رضعته بعد ست سبع رضعات ما تنفع ما راح تأثر تكون متوالية هذا الفرق بين عشر ويوم وليلة وبين ما أنبت اللحم وشد العظم ما أنبت اللحم وشد العظم ما يحتاج لتوالي ما يحتاج لاستمرارية إذا فرضنا صارت صار العدد كبيرا قلت مثلا على مدى ستة أشهر على مدى ثمانية أشهر وكل يوم خمس ست مرات ترضع بحيث لو جمعنا هذه الرضعات تصير 200-300 وحدة ولو ما فيها عشرة أو 15 سحبة وحدة ما فيها يوم وليلة لكن بالنتيجة لكثرتها نبت لحم الطفل واشتد عظمه بها وهذه قضية الخمسة عشر أو العشرة واليوم والليلة هذا من الشارع الأقدس هو الشارع الأقدس كشف لنا أنه هاليوم والليلة يعطي مفعول في تأثير إذا صار مستمر الخمسة عشر رضعة وراء بعض لها تأثير تعطي مفعولا إذن الروايات تذكر ثلاثة أشياء واحد منها الخمس الخمسة عشرة رضعة وبعضها عشرة قايلة نعم يعني الروايات ذكرت ثلاثة أشياء واحد منها ما أنبت اللحم وشد العظم واحد يوم وليلة والشيء الثالث خمسة عشرة رضعة وبعض الروايات عشرة اللي انبت اللحم وشد العظم هذا اكيد ما في نقاش والعشره والخمسه عشر او اليوم والليله لاجل النص باعتبار يعني قد يقال هذا النص كاشف عن ان هاليوم والليله ورا بعض والخمسه عشر رضعه ورا بعض راح تاثر في الطفل اما هذيك ما انبت اللحم وشد العظم حتى لو مو متصله صار فيها فصل قاعد يصير فصل بين الرضعات لكن لكثرتها وهذه بعد العرف يشخصها يعني قلت لو هذه اليوم شغله واضحه هذه امه موجوده وهالمره جارتهم يوم كل ست سبع رضعات امة رضعه سته سبعه جارتهم ومرت ست سبع اشهر هذا مبين جسمه نما وكبر بسبب هذا الحليب وبسبب هذا الحليب ما في قدر متيقن ما في هاي حسب العرف او يوم وليله او هذا الرقم 15 متواليه يجوز للمرضعه ان تاخذ مالا على الرضاع نعم مو المرضعة الأجنبية أم يجوز لها أم الطفل يجوز لها أن تقول لأبيه تدفع لي أجرة أه تدفع لي أجرة مقابل إرضاع الطفل أو بالقرآن الكريم مذكورة فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن ويذكرون الفقهاء إذا صار نزاع على الأجرة بين الأب والأم كذا لها تفاصيل حتى الأم مو ملزمة أن ترضع مجانا قل له للأب روح أنت شوف لك وحدة رضعة مثلاً طيب فإذا إذا حصلت هذه يعني هالارقام تم الرضاع هذا الرضاع لابد ان يكون مباشره من الثدي يعني لو فرض كانت تسحب الحليب بجهاز معين وتحطه بهذه كذا اللي يشربون فيها الاطفال اي هذا ما ينفع حتى لو شرب شرب طن من الحليب ما ينفع ليش؟ لانه الايه هي من الايه نقدر نطلعها، الايه قاعد تقول وامهاتكم اللاتي ارضعنكم ارضعنكم حتى يصدق هذا التعبير نقول هالمراه ارضعت هذا الطفل اما اذا اخذوا الحليب وجابوه شربوه هي ما ارضعته شرب حليبها الآن إذا واحد يجيبوا له حليب بقرة ويشربها يقول البقرة أرضعتني ما يقول البقرة أرضعتني طبعا بالمناسبة هاي أكو أشياء تشبه اللطيفة بس واقع أكو شكل حكي ينسب إلى أحدهم مو منا من خط آخر أنه قايل إذا اثنين رضعوا من بقرة تصير أمهم تصير أمهم من الرضاعة يصيرون إخوة ذولا زين اكو الشكل حاشي تسمعون اعاجيب الزمان. فلابد ان يكون الارتضاع من الثدي، اما ان يسحبون الحليب ويعطوه للطفل هذا ما له تاثير مهما كثر. وقلت الايه الكريمه هي تكفينا في الدلاله وامهاتكم اللاتي ارضعنكم حتى يتحقق هذا المفهوم يكون الطفل ياخذ الثدي. شرط ثالث أن يأخذ الثدي يرتضع حتى يشبع ويصدر من قبل نفسه لا أنه بنص الارتضاع سحبه مثلا ما خلوه يكمل هذه ما تفيد ما تنحسب يكون يشرب يرتضع إلى أن هو خلص يخلص ويوخر بعد ما يريد وإلا إذا سحب وأزيل عن كذا عن الثدي أثناء الارتضاع لا تحتسب رضعة ولا بد أن يكون ذلك في خلال الحولين السنتين الطفل عمره شهر عمره ستة أشهر سنة المهم ما مكمل سنتين يعني لو فرضنا طفل عمره سنتين إلا خمس ساعات باقي له خمس ساعات ثمان ساعات يكمل السنتين قامت مرة رضعتها رضعتهم تسع رضعات تسعة ونص كمل السنتين ما فيها فايدة ما لها تأثير لابد أن تكون الرضعات في خلال الحولين هذه شروط لابد من اجتماعها حتى تحصل هذه العلقة الاعتبارية علقه الرضاعه هذا بعض الكلام في المساله وان شاء الله غدا ننتقل الى قاعده جديده